وانت بقى اسم الله عليك يا حبه عين امك، هزه طولك انت وجوزك عشان تحاسبه غاليه. بقول لك يا حماتي، لا مؤاخذه الكلام الرش ما يبلش، ده ملوش عيازه. هي يعني العربيه اللي ولعت دي مش بفلوس؟ ايه بقى اللي جننها وطلعها في دماغها تنزل تشتغل عليها؟ ياما ياما مش مخيف علينا؟ وبعدين قنص ما قنص، خلاص بقى راجل البيت ولا انت ليكي راي تاني؟ راجل البيت خلاص، يبقى اصرف على البيت ومصروف علاجي ومصروف علاج عمك حنفي، ولا انت راجل البيت بق وخلاص؟ ما هو الكلام ده لو كنت انا خدت العربيه اللي ولعت كان زمان انا الوقت اللي بصرف على البيت كنت هغرقه في النعيم. تصرف على البيت ولا على الحشيش اللي انت بتطفحه؟ انت جاي دلوقتي تحاسب اختك؟ كنت فين وابوكي مرمي في المستشفى وغالي عماله تحط القرش على القرش عشان تجيب له علاجه؟ ده حتى عبد الله اللي بتقولوا عليه مش من دمه طافح الكوته معانا، جايين دلوقتي تحاسبوا غاليه؟ بيت الريس حنفي هيفضل مفتوح بحس بنته غاليه بميت راجل. بقيتي شبه جوزك، روحوا منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وفي احسن، انت جايبانا عشان امك تحاسبن علينا ولا ايه؟ لا احنا مش قليلين. حقك عليا يا اخويا، انا غلطانه ان انا جبتك هنا اساسا. امشوا اطلعوا بره. يلا يا حبيبي نمشي. بتخربي عليا ياما، انت خلاص ما بقاش ليكي حاجه تنفع معايا. يلا بره. تخربي على بنتك انت كده، بصي مالكيش اصلا ايه اي حل، خلاص تهق. انا اصرف عليكوا، انا عايز اللي يصرف علينا ياما. امشي يا حشاش. إنا سفقناكم بيب بيب عن. ايه؟ انا مش عارف سونا دي زي اختك وتربيه الرئيس حنفي. طب ازاي؟ مؤاخذه ياما في الكلمتين دول، بس الواحد دمه محروق. هقول لك ايه يا ابني، معاك حق، بس البطن قلابه. هو له عين يجي يتكلم بعد ما راح اترمى في حضن عباس وبقى واحد من كلابه؟ بيجح وعينه بيكسى، ده حافي عشان يتجوز البيت، نسي خلاص المعلم حنفي عمل فيه ايه وخلاه بني ادم. بس البيت بقى هنقول ايه، حارت ودارت لحد ما اتجوزت. يو، انا قلت اجيب نفسي اشوفك واطمن عليك يا غالي. ايه يا عم، جابت لك لحد هنا؟ تحرق العربيه وجينا لحد هنا تقتل القتيل وتمشي بجنازته؟ مالك بس يا عبد الله؟ بس المعلم عباس في بيتنا واحنا ناس بتفهم في الاصول. كتر خيرك يا معلم، طول عمرك صاحب واجب. عارف يا عبد الله، انت عمرك ما تبقى رئيس ولا معلم، حتى من ايام الرئيس حنفي كان هيعمل عدل الرئيس وانت لا. عارف ليه؟ عشان غشيم، غشيم ومتعافي. هو انا لو حرقت العربيه برضه هخاف منك؟ ملوش لازمه الكلام ده يا معلم، خلاص اللي حصل حصل وعوضنا على الله. شايف كلام العقل؟ اسمع يا غاليه، انا عارف انك فاكره ان المعلم هو اللي حرق العربيه، بس ده ما حصلش. وعشان اثبت لك حسن نيتي، بكره تنزلي على العربيه وسقف عالي كمان. سلامة يا شبح.